ألف حمد لله على السلامة، وأنا وإنك هتقطعي بينا قوي. الله يسلمك يا حبيبتي. خدي تاني، كفاية اللي أنا خدته منك. دي حلاوة الخروج يا بيت. ربنا يخليكي لينا يا رب، عشان أنتِ حاسة بينا وحاسة بالغلابة. ويخليكي. عايزة حاجة؟ تسلميلي. مع السلامة. أنتِ على طول كده إيدك مخرومة، لميها شوية. يا ست اللي جاي رايح، واللي رايح جاي. أيوة بس أنتِ دلوقتي سايبة الشغل. لا لسه. لسه فاضل لي ليلة واحدة بس. أروحها؟ وبعد كده محدش هيعرف لي زك. يا ألف نهار أبيض، يا ألف نهار بيضة، مبروك يا حاجة، ولي العهد على وصول. الكلام ده صحيح يا دكتور؟ طبعا يا حاجة، بس أنا مرضتش أقولك إلا لما أعمل اختبار الحمل وأتأكد. تسلم يا وش السعد، تسلم يا وش الهنا، تسلم يا دكتور. شربية. نعم. بل الشربات، وأول كوباية يشربها الدكتور. مبروك يا حاجة. تسلمي لي يا حاج. مفيش داعي للشربات يا حاج، اهم حاجه من بكره تجيلي عشان نكمل بقيه التحاليل. طلباتك اوامر يا دكتور، بس لازم تشرب الشربات. امرك يا حاج. الحمد لله بيضت وشي يا رب. الحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله. ايوه انا عايز احس بدي، وعايز شويه كده يعني. قولي نفسي في حرنكه شي خميس، نفسي في سيخي خميس، حاجات الوحم دي توحمي براحتك. هتصدقي لو قلت لك ان انا عشت عمري كله مستني اللحظه دي؟ طبعا هصدقك، عشان انا عارف الحكايه دي مهمه قد ايه بالنسبه لك. عايزه راجل من ظهر راجل. ليه بقى؟ وما تنفعش بنت؟ لا 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 لا، بنت ايه؟ لا انا اقصد يعني كل اللي يجيبه ربنا حلو طبعا، انما انا نفسي في واد. وانا كمان نفسي في ولد يكون شبهك. خلاص بعد ما نجيب الواد هاتي دستة بنات شبهك. ليه بقى؟ هو انا أرنبة؟ لا قمر 14. حسب يا خميس. معايا يعني ايه شو؟ يعني رجلي على رجلك يا عينيا، يعني مش هتروح في حته غير وانا معاك. دي قعده رجاله شو؟ طب وفيها ايه؟ ما انا هبقى قاعده في حما جوزي سيد الرجاله. يا ابو سنه انا ما برتاحش من النوم، وابنه نابو أزرق مش عايزاهم يحسوا ان انت لوحدك. يعني انت اللي هتحميني؟ فشر، ده انت تحمي مدوريه. بس يعني لو عين واحده كفايه كان ربنا ادانا التانيه ليه، وايد واحده ما بتسقفش. ايوه شو بس شكلي هيبقى شكلك 100 فل وعشرة. وبعدين معرفش ليه يا اخويا انا حاسه كده ان في الليله دي هيبقى ليا موقف جامد. ايوه خلينا بقى نقب على وش الدنيا ونخلص بقى من الركش اللي احنا فيه ده. مش يلا بينا يا سيد الرجاله، احسن نتاخر على الرجاله. تعالى. ده كلام يتقال برضو؟ اما انت بنت رقصه بصحيح، ما تمرش فيك الحليه وطيبه القلب. امال مضايقها عليا كده قوي ليه يا معلم؟ بحبك يا بنت وبخاف عليك. الله، هو الواحد لما يخاف على جماعته تسموها خلقة ولا حبسة؟ أما أنت استطعت عليكم شوية حاجات. بص يا معلم، أنا طول عمري عايشة خدام، بستحمل شخط دي ونطر ده، ما دقتش طعم الحلو لما جيت بيتك، ودلوقتي بعد ما بقيت مراتك تعاملني المعاملة الوحشة دي، يبقى حرام عليك. لو لسه يعني يا اخويا شايل في قلبك من ناحيتي حاجه قولي، وانا اجيب لك مصحف واحلف لك عليه اني ما بعملش اي حاجه وحشه في حقك والله العظيم. يا بنت يا بنت، وانا يعني محتاج حلفانك علشان اصدقك؟ ده انت بنت عبيطه قوي يا بنت. انا من طلت عينك اجيب اخرك، ولا تكونيش فاكره نفسك ناصحه وتقدري تضحكي على النوح. فشر يا معلم، ينقطع لساني قبل ما اقولها. مش هيلحق يا روح المعلم، مش هيلحق، لان يومها السر الالهي هيطلع ويسلم الامانه لصاحبها. ايوه كده، ابلع ريك قبل ما ينشف، تلاقي روحك في الطل. صلت ملت اللي تؤمر بيه يا معلم. يبقى نعمل ايه بقى؟ تبوسي ايدك وشي وظهر وترضي باللي حرمهولك. حاضر يا معلم. لو ليه العصاية.
والله زمان يا ست شو. ما انت عارف بقى يا معلم، الرجل بتلف تلف وترجع مكان ما بتحب. مش تخلينا في الشغل احسن؟ انا شايف كده برضه يا معلم ابو سنه، احنا نخلينا في الشغل احسن، نلخص يعني وننجز ولا يا حاج؟ اه انت قلت يا معلم انك عارف خبايا المصلحه اللي بيحضر لها خميس. حصل. اه بس ما تاخذنيش في كلمه يعني يا معلم ابو سنه، انت دلوقتي بينك وبين افندينا مشاكل، يعني ممكن جدا الحاجات اللي انت تبقى عارفها تتغير. جايز ممكن يغير الميعاد، يغير المكان، انما الكلام نفسه مش هتغير. طب ولازمته بقى معلم ابو سنه كلام من غير لا ميعاد ولا مكان؟ طب انا عندي بقى الحل اللي يجيب الفايده كامله. وايه هو بقى الحل يا معلم؟ انت لازم تتصالح مع خميس. ايه؟ الصالح؟ وتيجي منك انت يا معلم نوح؟ انا صالح مع خميس؟ لا، اذا كان ده الكلام اللي عندك يبقى كل واحد فينا من سكه. استنى بس يا معلم. استنى ايه يا شوق؟ ده كلام رجاله مالكيش دعوه انت بيه. بالهداوه بس يا معلم ابو سنه، بالهداوه. اسمع الكلام للاخر. هداوه ايه؟ ما انت سامع ابوك بيقول ايه؟ انت عايز توصل لايه بالظبط يا معلم؟ ومين قال ان المعلم ابو سنه هيروح لحد خميس؟ امال مين اللي هيروح له؟ انا؟ اسم الله عليكي واعيه، طول عمرك واعيه وترقصيها وهي طايره. لا يا معلم نوح، لا انا ولا مراتي معتبين بيت خميس. هو في ايه يا معلم؟ انت بتمتحننا هنا ولا ايه؟ عيب عليك يا ست شوق، ما عاش ولا كان اللي يقول كده، ده مجيتك ومجيت المعلم ابو سنه على راسنا من فوق ولا ايه يا معلم؟ المعلم النوح قصده خير يا معلم. خير؟ هيجي منين الخير؟ هيجي منين الخير بعد ما نطاطي وندوس على كرامتنا ونروح لخميس بعد اللي حصل؟ معلم، خميس مراته الجديده حامل. ايه؟ حامل؟ ايوه حامل، حط الباشا في جيبه وطواف عبه. ولو ده حصل يبقى روحنا كلنا بلاش. ايوه ايه الفايده من مروحنا برضه؟ الفايده في الخبر التاني يا معلم ابو سنه. وايه هو الخبر التاني؟ رمانه كمان حامل من خميس. رخرة؟ عشان دي اخر مره هتشوفني فيها. ايه اللي حصل؟ كشفوكي؟ لا، انا اللي هكشف روحي عندهم وهقول لهم. تقولي لهم ايه؟ هقول لهم على الاتفاق اللي بيننا. ليه؟ عشان ما شفتش منك غير كلام وبس يا خميس. طار جوزي كل يوم بيلف حوالين رقبتي اكتر من الاول. قلت لي انك هتخلصني وما خلصتنيش. خلاص هقول لهم بقى وتخلصوا على بعض واخلص معاكم. اهدي عليا بس، ما تاخدينيش بالحامي كده. اهدي عليا، هوفي بوعدي انما في وقته. امتى وقته؟ اصبري عليا بس، اليومين دول حكايه الخلم لخبطاني على الاخر. اسمع يا خميس، اخر الكلام اللي بيني وبينك، لو ما خدتش طار جوزي طاري هيبقى عندك زي ما هو عند النوح بالظبط. سلام.